اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس آلویز اے گریٹ پلیئر ٹو ویلکم دی ویورس ٹو دس پروگرام لکھا مال عرب، بیکاز بائی دی گریس آف اللہ دس پروگرام ہیز بیکم ون آف دی موسٹ پاپولر پروگرامز آف ایم ٹی اے. سو ٹوڈے ونس اگین آئی ویلکم آل آف یو ٹو دی پروگرام، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ برادر عبادہ بربوش ٹو کائنڈلی ایکسپریس دی ورڈ آف ویلکم ان عربک. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم لقاء مع العرب. عفوا، في حلقة الأمس لما تمكن لضيق الوقت أو لحضور حضرة أمير المؤمنين فجأة في الاستوديو من تقديم ترجمة التعليق الذي أسداه الأستاذ عطاء المجيب راشد، والقسط الأخير من هذا التعليق هو كالآتي: كما تعرفون، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ ولادته كانت حياته نموذجا حيا لمكارم الأخلاق وللتعاليم السليمة وحتى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا منذ أن ولد وحتى منذ أن نعومة أظفاره. فأيضا تعرفون أن من ضمن الألقاب التي تحصل عليها صلى الله عليه وآله وسلم يعني في تلك السن المبكرة، وهي الصديق أو الصدوق والأمين. وهذه الصفات في الحقيقة قلما نجدها في شاب في عصر طغت عليه الجاهلية وحتى وصف بالجاهلية. هذه الصفات ومكارم الأخلاق هذه كانت معدومة الوجود في تلك الظروف، لكن الشخص الوحيد الذي تحصل عليها في الجزيرة العربية وعلى وجه الأرض في ذلك الوقت إلى يومنا هذا هو محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لم يكن من باب الصدفة، وإن دل على شيء فإنما يدل على حسن اختيار الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كي يكون خاتم للنبيين ورسول الإسلام أيضا. هكذا نرى أن العرب وخصوصا قريش كانوا يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم في قضاياهم وفي الشجار الذي يصدر بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخرج من أي جامعة ولم يصبح قاضي ولا يعرف هذه القوانين، ولكن عرف بمكارم الأخلاق وعرف بثقته وأمانته، لذلك انتخب ورشح كقاضي في مناسبات مختلفة. وهذا مرة أخرى لم يكن من باب الصدفة، وإن دل على شيء فإنما يدل على مكارمه صلى الله عليه وسلم وعلى حسن اختيار الله سبحانه وتعالى له لهذه المهام العظيمة. إذن يذكرنا الأستاذ عطاء المجيب راشد بحادثة هامة جدا في تاريخ الإسلام، وهو أنه لما كان هنالك تشاجر بين قريش فيما بينهم عن الشخص أو المجموعة التي ستضع الحجر الأسود الذي سقط من مبنى مكة المكرمة. ففي تلك الظروف لم يتوصلوا إلى حل سليم، وكادت نار الفتنة تشتعل فيما بينهم، وقرروا أنه الشخص الأول الذي سيظهر علينا من هذه المنطقة سنحكمه في أمرنا. وهكذا الشخص الأول الذي ظهر كان محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤكد الأستاذ عطاء المجيب راشد، يقول: هذه هي الأخرى ليست من باب الصدفة، ولكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم الحجر الأسود التابع لبناء الكعبة كي يحكم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأنه الحكم الفصل. إذن هكذا ماذا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم في الوسيلة الوحيدة التي وجدها كي تحل هذه المشكلة وهذه المعضلة؟ هو أنه أحضر قطعة قماش أو لحاف كما يسمونه في بعض الدول، وطلب من ممثلي هذه العائلات أو القبائل أن يمسك كل واحد بطرف من قطعة القماش هذه. وهكذا شارك الجميع بهذه الطريقة في حمل هذا الحجر الأسود للكعبة المكرمة. ولكن الشرف الكبير الذي حصل لهذا الحجر هو لما أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الطاهرتين، ووضع هذا الحجر في قطعة القماش هذه، وأخذوه هؤلاء العرب وهم قابضين على أطراف قطعة القماش هذه. ولما وصلوا إلى مكانه أخذه مرة أخرى وشرف ذلك الحجر مرة أخرى لما حمله الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه الأصلي. هنا في الحقيقة هذه الظروف تبرز
المكانة الحالية التي تحصل عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه هي قاعدة عالمية وسنة من الله سبحانه وتعالى، أنه عز وجل لما يختار رجل يجب أن يكون في سجل ماضي ذلك الرجل أحداث من هذا القبيل، أي أحداث هامة يعرف ذلك الرجل بأمانته وبصدقه وبحبه لأهاليه. كل هذه الخصال يجب أن تكون في الناس الذين سيختارهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يختار من قائمة المجرمين والقتلة والسرقة والفاجرين، هؤلاء لا يهتم فيهم الله سبحانه وتعالى، ولكن يصطفي الله سبحانه وتعالى، يختار زبدة المجتمع ويختار أحسن شخص، لا من ناحية انتمائه يعني لتلك العائلة وتلك، ولكن أخلاقه تصمو به إلى درجة تصبح مثل تلك الزهرة التي يقطفها الله سبحانه وتعالى. فهذه الحادثة في الحقيقة تذكرنا إحادث الحجر الأسود، كيف أن حضرة عمر رضي الله تعالى عنه لما كان مرة يعتمر أو يحج، كيف أنه قبل أن يقبل هذا الحجر قال له: ما أنت إلا حجر، يعني أنت حجرة بسيطة، ولكن بما أنه قد حصل لك شرف، يعني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قبلك، فأنا الآخر بدون أن أفكر في تفاصيل لماذا قبلك، أنا هو الآخر يعني كي يحصل لي شرف وقبلك كما قبلك سيدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاتباع التام الذي عرف عن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. Well, yesterday in the last sitting we were discussing one of the argument for the truthfulness of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم as mentioned in the Holy Quran, and a verse from Surah Yunus, verse number 17 was quoted, which says that invites the attention of the people that they should look at the life of the person before he claims to be the Prophet of God. In this connection, I have mentioned something before which has been translated. One thing more is to be added here, that there are so many examples in the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam about his very high moral standard, his qualities of truthfulness and trustworthiness, and which all indicate that he really had a very noble and sublime life. Another incident, just by way of continuing the subject, I can quote is that as the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was always trying to convey the message of the people to the disbelievers whenever and wherever he had the opportunity, so it is reported that during the early period of his stay in Mecca, after he was appointed Holy Prophet, the Prophet of Allah, he once invited the people to gather in one place and then address them. And during his address, he is reported to have invited their attention. He gave them the message of Tawheed, the unity of God. And then, or before that, he asked these people that, look, you are all sitting here, you know me. If I tell you that there is a huge army ready to attack you from behind the mountain which is behind you, would you believe me? All of them, unanimously, they said, yes, we will believe you. And they also said that we have never experienced except the truth from you. Whenever you say something, that is always right. Whenever you tell us something, that is always correct. So we have never ever experienced any falsehood coming from you. Whenever you say, that is always true. So therefore, we would believe you. If you say so, we would believe you. Although apparently it is very difficult that such a huge army should be there, and we should not have any knowledge of that, because in olden days people, the armies used to move quickly, slowly, and by the time they move and go from one place to another, generally somebody will carry the news and it will reach the people, particularly if they are going to attack some community, then that community would generally know, because the movement was not so fast in those days. So obviously speaking, there was no reason why these people should be ignorant about that. But when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked them that, would you believe that a huge army is ready to attack you, they all said, yes, we will believe you, because we always have found you a true man. After that, when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, preparing their mentally to accept the message of the unity of God, told them that, okay, if that is the case, then I tell you that
that your creator and my creator and creator of us all is absolutely one God, the unity of God, the message he conveyed. But these people unfortunately did not pay any attention to that one. But this example also tells us that the noble example of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, before he claimed to be the prophet or he was appointed the prophet, that was par excellence, far above any criticism or any doubt, and they all were unanimous in his belief that this man is an example of a very noble and pure life. أضاف الأستاذ عطاء المجيب إلى تعليقه الذي أستاه في لقاء الأمس وقال كنا نتحدث بناء على آية قرآنية كريمة من سورة يونس الآية رقم 17 وتلك الآية كانت فيها دلالات قوية دونها القرآن الكريم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف أنه لبث في قريش يعني فترة زمنية هائلة وهامة من حياته الطاهرة المطهرة ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم كي ينقبوا ويفتشوا على أي نقاط ضعف في أخلاقه في تلك الفترة قبل النبوة وهذا في الحقيقة تحدي قرآني عظيم لهؤلاء ليس فقط لقريش ولكن أصبحت سنة وقانون من الله سبحانه وتعالى يتعلق بأولئك بتلك النخبة من الأخيار والأصفياء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالاته إذا نرجع الآن إلى الموضوع الأساسي ونرى أن الحياة الطاهرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم مملوءة بأحداث يعني هامة جدا ولكن نركز هنا على الفترة قبل البعثة والفترة قبل أن يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نبي للإنسانية جمعاء إذن هنالك حادثة هامة جدا وهي كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في مكان معين بقريش وبالعرب المتواجدون في ذلك الوقت في مكة المكرمة وبدأ يهيئهم من ناحية نفسية وعقلية لإعلانه الذي كان على يقين أنهم سيصدموا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف أكثر من أي شخص على وجه الأرض التركيبة النفسية والعقلية للناس وخصوصا أهاليه فلذلك أراد أن يحذرهم كي لا يفاجأوا بهذا الخبر وكان على يقين من ردة الفعل العنيفة الموجودة لأن هنالك علاقة جدلية بين الإنسان والحق والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذه الأمور أحسن من أي شخص آخر على وجه الأرض فلذلك هيأ هؤلاء العرب لقبول عقيدة التوحيد لكن لم يستعمل هذه العبارات ولكن أولا طلب منهم إذا أخبرتكم أن هنالك جيش وراء هذا الجبل مستعد كي يهجم عليكم هل تصدقوني في هذا الكلام؟ فبطبيعة الحال قالوا ما عهدنا عليك كذبا يا محمد صلى الله عليه وسلم أي لم يكن في تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذبة واحدة كي يحضروها يعني ولا يعترفوا بصدقه ولكن كل ما عرفوه هو الصدق لما كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل مرة واحدة فيجيب بنعم أم لا ولا يسأل مرة أخرى مثل الأمور المعروفة عندنا في كثير من الدول يجب أن تسأل مرارا وتكرارا كي تأخذ النتيجة أو الجواب الصحيح ويجب أن يكون ذلك الجواب مقرونا بحلف بالله أو بالرسول أو برأس سيدي هذا أو ذاك لا هذه الأمور لم تعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الإجابة الأولى هي الأولى والأخيرة وهذا هو صدق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكما تعرفون الجيوش في تلك الفترة كانت تتنقل من مكان إلى آخر ببطء بحيث أن هنالك كثير من الناس كانوا يحضرون الأخبار أن هنالك جيش من فارس سيهجم على تلك المنطقة أو ذاك وهكذا يعني لم يكن هذا أيضا من باب الصدفة ولكن هذا الاقتراح من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتكم أن هنالك جيش سيهجم عليكم هل تقبلوا أم لا وأصروا قالوا نعم بدون أن نسمع من أي شخص آخر إذا أنت تفوهت بهذا نحن نقبل كل خبر منك إذن هذه هي الخلفية بعد أن حذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذرهم من الناحية النفسية والعقلانية أخبرهم بعقيدة أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فهنا تا
تبدأ القصة، يعني ليست القصة بالمفهوم المتداول، ولكن يبدأ المشوار الذي قطعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كي يفهم هؤلاء العرب العقيدة الصحيحة وعقيدة التوحيد. وهكذا ندخل في المنطقة الثانية أو في المرحلة الثانية من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هذه البعثة وهذه التفاصيل تنطبق أيضا على أنبياء الله سبحانه وتعالى. So, well, coming back to this argument once again, if we study this verse of the Holy Quran from Surah Yunus, verse number 17, this was one of the verses of the Holy Quran revealed to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he did present this verse before the non-believers, before the people around him, and they did not object to this one, they accepted this one, and as such, this constitutes a very basic criteria, a very solid argument for the truth of that person who claims to have come from God. People may question that, well, it may only apply to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. But the answer is that this does apply first and foremost, in the first place, to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, because in the previous verses and in this verse as well, particularly the word refers to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. But this comprises such a principle which is equally applicable to all other people. And this should be applicable because the Quran, when it gives a principle argument or a principle in general mentioned, then it does apply in case of that person and other people as well. And also, we have some examples in the Holy Quran, many such examples are there, where the first address has been made to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. But as a matter of fact, the message is meant for others as well, to him as well, if it applies, and also to others. This is a very common style in the Holy Quran, and we have many examples. Like, for example, in one place it is mentioned that one should be kind to one's parents. And even if those parents, and particularly so when the parents attain old age, then one should be very kind to them. That is the time when they deserve more attention and more care. The wording has been used in the context of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The wording is something like this: imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. That if one of your parents or both of them, they attain old age with you, then you should be kind to them. Obviously, historically speaking, this does not specifically apply in the case of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. His father had died before his birth, and his mother also died when he was very young, or a few years old. So attaining old age for any one of the parents of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was not at all the situation there. But still, the wording has been used, and it applies in as a matter of principle in case of all the believers. There are so many other examples. So due to this reason as well, this principle which has been mentioned here is applicable to all the people, all the prophets I should say, before the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, or any follower of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam who is going to attain the status of a follower prophet. And how it applies to the previous prophets, about that a specific example from the Holy Quran I am going to present after the translation. هذه ايضا نقطة هامة جدا، ونحن كالمعتاد نذكر الا النقاط الهامة طبعا، ولكن هذه تحتاج الى تعليق اوضح. بالتحديد يقول الاستاذ عطاء المجيب راشد: قد يعترض علينا بعض الناس ويقولوا أن هذه الآية التي ذكرناها من سورة يونس، الآية رقم 17، وهذه الآية تدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استدل بالفترة الزمنية التي عاشها بين قريش، وطلب منهم أن يفتشوا وينقبوا فيها عن معاملاته وأخلاقه، وهذا كما ذكرنا آنفا تحدي قرآني وتحدي محمدي عظيم. طيب، هنا يقول الأستاذ عطاء المجيب راشد: ربما يقول بعض الناس أن سياق وسباق هذه الآية يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو الوحيد الذي استدل بهذه الكلمات القوية الدامغة. ولكن يقول الأستاذ عطاء المجيب راشد: هذا في الظاهر، ويجب على المرء أن يعرف قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويفهم الموازين، أي هذا الكلام صحيح يعني خرج من الفم الطاهر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه قاعدة
عالمية وسنة من الله سبحانه وتعالى قد أرساها للجميع، ويجب على الإنسان الباحث أن يتفكر فيها كي يرى الجوانب القرآنية العظيمة، لأن القرآن الكريم أسلوبه في التوضيح ليس أسلوب الجرائد المعروف عندنا في الدول العربية، ولكن له أبعاد مختلفة، ويجب على المرء أن يبذل مجهود أكثر ويطلب الإعانة من الله الذي لا يعطي المفاهيم الصحيحة إلا لأولئك الذين يظهروا الطهارة في أنفسهم ويطهرهم الله سبحانه وتعالى كي يفهموا هذه المفاهيم والمعاني. إذن يقول الأستاذ عطاء المجيب راشد أن هذه الرسالة في الظاهر كانت موجهة فقط من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، ولكن إذا نترك هذه الآية جانبا لبعض لحظات ودعونا نفتش في مواضع أخرى من القرآن الكريم عن مثل تحديات أو نداءات من الرسول صلى الله عليه وسلم تشبه هذه الحالة. فالآية المعروفة في القرآن الكريم ومتداولة كثيرا في العالم العربي، وهو يعني لما يتقدم والد ووالدة الرجل يعني في سن مبكرة، فنعرف أن دائما يستدلون فلا تنهرهما ولا تقل لهما أف. هذه الآية، وأنا ذكرت لكم إلا القصة الأخير منها، هذه الآية يقول الأستاذ عطاء المجيب راشد يبدو أنها كانت موجهة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط. كيف يكون هذا؟ ألم يعلم الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما؟ وكيف ستتقدم أمه ووالده في يعني في سن مبكرة وكلاهما عند الرفيق الأعلى؟ هذا لن يحدث. الله سبحانه وتعالى يعرف جميع هذه التفاصيل، وقال في القرآن الكريم ألم يجدك يتيما فآوى. الله سبحانه وتعالى يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما. ومن ناحية أخرى لا، هذه الأمور لا تصدر من الله سبحانه وتعالى، ولكن هنالك رسالة قوية في هذه العبارات القرآنية الواضحة الغراء، وهي أن هذه الآيات وهذه التعاليم تنطبق على مجموعتين أو طرفين، تنطبق على أتباع محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعني على جميع المسلمين أن يعملوا طبقا لهذه التعاليم القرآنية ويعاملوا يعني الوالدين بهذه النصيحة وبناء على هذه القاعدة. هذه بالنسبة للمسلمين، وأيضا تنطبق على أنبياء الله سبحانه وتعالى جميعا. معنى ذلك أنهم لم يؤذوا أو يعني آبائهم وأمهاتهم. ربما بعض النصوص من خرافات إسرائيل وغيرها قد وضعت تهم أو يعني أصاب الاتهام لهذا النبي أو ذاك أنه أساء معاملته، مثل حالة إبراهيم أو غيره، ربما هنالك بعض التهم. فهذه الآية يعني من جانب آخر تغطي هذه الناحية وتدافع على جميع أنبياء الله سبحانه وتعالى أنه مثل هذه المعاملات الملحطة لا تصدر من هؤلاء الأخيار الأصفياء الأطهار الذين يختارهم الله سبحانه وتعالى. So the principle mentioned in this verse is a universal principle and a permanent principle which applies in all such cases where every person claims to have been appointed by God Almighty. And this is not a principle which has been mentioned for the first time. In the Holy Quran, I'm going to give you a specific reference from Surah Hud, which is chapter number 11, verse number 63. There Allah Almighty has mentioned the example of Hazrat Saleh alayhi salam. And the people, when they were conveyed the message of unity of God by Hazrat Saleh alayhi salam, the reply of these people was that, addressing Hazrat Saleh, they said that before you claimed to be a prophet of God, you were such a person that we always had great hopes in you. Your life was in front of us, we saw that life, and we did not observe anything bad in that. Not only that much, but you were such a person that we were always hoping that you are going to be a great man. You had the qualities of a great man, and we were always looking forward, looking up to you as a great man. So this expression also indicates that even those people who turn the enemies of the prophets later on, until he claims to be the prophet of God, these people are always full of praise for him. So this specific example from the history of Hazrat Saleh alayhi salam, I'm going to read this verse from Surah Hud, verse number 63. It says, قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. The first part of the verse says, and the translation is,
that these people, they addressed Hazrat Saleh and said, Kad kunta fina marjuvan kabla haza, that before you claim to be a prophet of God, you were a man about whom we had all the hopes. We always pinned our hope in you. So you were such a wonderful man with great qualities that we always had great hopes about you. So this is another expression of the fact that this principle, that the life of the prophet until the time he claims to be the prophet, is absolutely above criticism and a good life, a noble life. And suddenly, when he claims from God Almighty, people turn against him. And that is a great argument that people do not have any justification of opposing the prophets. Because if they have seen his life before that, and if that life is good, then how it can happen overnight, that suddenly the man claims that I am from God and I invite you to this message. If the man was truthful before, he should be truthful on that day as well. If he was honest before, he should be honest on that day as well. So suddenly overnight, as the non-believers say, that okay, until yesterday he was a right man, but today he has turned into a mad person. This is the wording which normally they use about the prophets. So this logic and this argument is totally false. As a matter of fact, this is not worthy to be called a logic or an argument. It goes against them. That if you had believed in this man to be a right person, then you should continue believing in the message, whatever he gives, whether it looks a right message in your eyes or not, but a truthful person would always continue to be truthful. This is a very strong argument which has been presented in these verses of the Holy Quran. النقطة الأخرى التي أضافها الأستاذ عطاء المجيب راشد إلى تعليقه هي من سورة يوسف الآية رقم سورة هود الآية رقم 63. يقول الأستاذ عطاء المجيب راشد أننا نرى يعني بناء على النص القرآني الصريح أن حضرة صالح عليه السلام كان قد بلغ رسالة التوحيد إلى أهاليه أو الناس الذين أرسل إليهم. ودعونا نرى الظروف ويعني المتعلقة ببعثة حضرة صالح عليه السلام، وأيضا نذكركم بما قلناه آنفا من تلك السنة الإلهية، تلك السنة التي وضعها الله سبحانه وتعالى، ليس بتلك الصفة الظاهرة والواضحة من ناحية التعبير من الله سبحانه وتعالى، ولكن من خلال المجهود الذي يبذله المرء لفهم النص القرآني الصحيح في صياغته الصحيحة وفي سباق الكلام أيضا. إذن نجد أن هذه الظروف وهذه القاعدة العالمية التي أرساها الله سبحانه وتعالى، وهي أنه يجب على الشخص الذي يختاره الله سبحانه وتعالى تكون حياته طاهرة مطهرة، تلك يعني حياته قبل البعثة النبوية، يجب أن تكون خالية من جميع الشوائب والأخطاء. أما عن الجرائم فلا نتحدث عنها، هؤلاء لا يرتكبون الجرائم التي تنسب إلى الإنسان العادي، ولكن أخطاؤهم يعني أخطاء هؤلاء هي مكارم أخلاق الإنسان العادي، وهذه يجب أن نؤكد عليها وسنوضحها إن شاء الله في فرصة أخرى. نواصل تعليق الأستاذ عطاء المجيب راشد بناء على هذه الآية، والآية تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي أن هؤلاء الأهالي لما رأوا المكانة العالية من ناحية الأخلاق ومن العفة والعلم والاحترام، كانت لحضرة صالح شخصية فريدة من نوعه في زمانه وفي تلك الرقعة الجغرافية المعروفة من العالم في ذلك الوقت، ولذلك علق جميع الأهالي يعني آمالهم به، فلذلك قالوا فينا مرجوا، أي رجائهم وآمالهم وأحلامهم قد علقوها بهذا الرجل أي حضرة صالح، وربما ظنوا أنه سيكون رجلا عظيما في المستقبل وسيلعب دور هاما في تغيير الوقائع السياسية وفي تغيير الخارطة الجغرافية المعروفة، لأن الناس دائما يفكرون إلا من الناحية المادية فقط، ولكن كان هنالك صدق في نظرتهم، هو فعلا أنه كان مقرر من الله سبحانه وتعالى أن يكون رجلا عظيما، ولكن ليس في الميادين التي يحلم بها هؤلاء السذج
ولكن في ميادين الروحانية وفي ميادين توحيد الله سبحانه وتعالى، فنرى أنهم رأوا فقط جزءا من هذه العظمة التي سيتحصل عليها حضرت صالح عليه السلام. وهذه الأمور لا يستطيع أن يخفيها المرء، هذه الميزات وهذه الخصائص تصبح واضحة مثل نور الشمس في عز النهار، لما هذه النخبة من الناس يظهرون على وجه الأرض الجميع يشاهد هذه الصفات عليهم. إذن نؤكد هنا أن هذه الفترة الزمنية الطويلة وهي ما تقارب على 40 سنة، رجل يعيش في قوم معين إلى 40 سنة ويعرف، لا يستطيع أن يذكر ولو مرة تفوه بكذبة أو مرة قام بخطأ أو أما الجرائم هذه لا نتحدث عنها. إذا رجل سجل حياته من يوم ولادته إلى سن 40 حافل إلا بمكارم الأخلاق وحافل إلا بالأعمال الإنسانية والخيرية الهائلة، فهذا الرجل بطبيعة الحال كيف بين عشية وضحاها يغير يعني مجرى أحداثه ويغير شخصيته ويتناسى جميع ماضيه ويدعي على الله سبحانه وتعالى؟ هذا الرجل لم يدعي على الناس، على الإنسان العادي، فكيف تتصور منه أن يدعي على الله سبحانه وتعالى؟ هذا كان يحترم الناس، فهل تتصور أنه لن يحترم الله سبحانه وتعالى؟ هذه القاعدة المتينة والقوية يجب على كل إنسان أن يفكر فيها، لا فقط من منظوره العقلي ولكن بربط الأحداث. القرآن الكريم يذكر أحداث أنبياء مختلفين، الرسول صلى الله عليه وسلم، حضرة صالح، حضرة إبراهيم، لماذا يذكرنا؟ لكي ينسج في أذهاننا هذه السنة الإلهية العظيمة، ويدافع أيضا على أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين اتهموا في يعني مواقع مختلفة. ولكن الصورة لن تكتمل بذكر حادثة واحد لنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب على المرء أن يدرس القصص المختلفة في القرآن الكريم ثم يأخذ منها عبرة ويتعلم منها درس، والله سبحانه وتعالى سينير بصيرته وسيفهم هذه الأمور بكل وضوح إن شاء الله. Well, thank you very much for explaining the point in great detail by adding something by way of explanation and further explaining the point. I think this is really a point which needs to be repeated, that a person who is always truthful and always true to his word, so far as his dealing with the people is concerned, that is generally the example quoted in both cases. How it is possible that such a man should start overnight speaking and claiming something to God Almighty which he has not done? So in relation to his human beings, human relations, the person is very truthful all the time. But so far as his dealing with God is concerned, suddenly overnight he says that God Almighty has spoken to me and I have been appointed a prophet. It is impossible to happen ever. Logic would not accept it. So that is one aspect of this argument. Another thing again worthy to be repeated, I think last time we did mention it, but maybe somebody who has not listened to that program, that why we are repeatedly emphasizing on the life until the person claims to be the prophet. So as a matter of fact, as we mentioned before, whole life, all of the life from the beginning to the end of a prophet is always very pure, very noble and above blemish. There is nothing wrong with the life of a prophet from the day he is born until the day he passes away. But for the sake of argument in the Holy Quran and also in our conversation following the guideline of the Holy Quran, we have been emphasizing that until the time a person makes the claim, that age period is such about which people do not have any prejudices. Because once he claims to be the prophet, then some people accept, few people, most of the people reject him. And those people who reject him, their views and ideas, they suddenly change overnight. Yesterday they were his friends, today they have turned into enemies. Yesterday they were praising, today they are objecting. So after the claim, the attitude of the people becomes very biased and their opinions change. So the life after the claim cannot be quoted as such, although it continues to remain pure and sublime and noble life. But for the sake of argument, the emphasis is that the life until the person claims is to be seen. And for that, the argument is built, as we have already explained, in greater detail. هذا التعليق سحاول أن أقدمه لحضراتكم بصورة موجزة، وهي لماذا نؤكد هنا
على حياة أي نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أو تلك الفترة الزمنية المحددة من حياتهم الطاهرة وهي قبل أن يأمرهم الله سبحانه وتعالى أي يوكل لهم هذه المهام العظيمة. إذن يقول الأستاذ عطاء المجيب راشد أن الناس ينقلبون بين عشية وضحاها ضدهم، وسأكتفي بهذا القدر لأن حضرة المؤمنين قد شرفنا الآن في الاستوديو. وعليكم السلام. I can come again? Yes. Yes. I can just from the cameraman. That is why I should be around here. Please, Master. Hazur, we have occupied the time from. Well, Alhamdulillah. And if Hazur allows, we can start the session. No, he can occupy the time. Yes. So I have a question from chapter 7, verse 16. Verse number 68. Chapter 7, verse 68. Chapter 7. Chapter 7, chapter 7, verse 60. Yes, yes. Chapter 7, 68. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I will read two verses before that. Please. As well. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun qala al mala'u allazina kafaru min qaumihi inna la naraka fi safahatin wa inna la nadhunnuka min al kazibin qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi وَآنَا لَكُمْ نَاسِهُنْ أَمِينَ. The translation is, and unto Ad we sent their brother Hud. He said, O my people, worship Allah. You have no other deity but Him. Will you not then fear Him? The disbelieving chiefs of his people said, We surely see thee lost in foolishness, and we surely think thee to be one of the liars. He replied, O my people, There is no foolishness in me, but I am a messenger from the Lord of the worlds. I deliver to you the messages of my Lord, and I am to you a sincere and faithful counselor. Sir, you can explain to us the meaning of لِكُلِّ نَبَيٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفُ تَعْلَمُ. It's different verse, chapter 768 is this one. This is a different verse? Yes, I think the one he's quoting. Yeah, this one is Surah Al-An'am. But I think Al-A'raf. Sorry. Chapter 7 is there. I was amazed at this, you know, there's no... So that is chapter 6. Question related to this. Yes. It was chapter 6, sir. Likullin Nabai Mustakar? Yes, that's the one, right one. Yes. That's chapter 6, verse number 68. لكل نبع مستقر وسوف تعلمون. For every prophecy there is a fixed time, and soon will you come to know. Read a few lines. Yes, okay. Before and after. قل هو القادر ولا أن يبص عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا وَيُزِيقَ بَعْزَكُمْ بَعْسَ بَعْزِ اُنْزُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. And now, what's the question? Sir, the meaning is not clear to me. The meaning of the verse. Huh? The meaning of the verse is not clear to me. Achha. The verse as a whole is not clear. I think this verse is very clear, or will become very clear, if you look at the conditions in Pakistan these days. You know, they exactly correspond to this verse. And this verse also corresponds to my previous khutbah. And this is the verse
which I want to be the headline of my khutbah this next Jumu'ah, the day after tomorrow, because this exactly relates to the situation there. You know, everything is being prepared by God and directed to a certain time in point. While it is being prepared, the people for whom it is being prepared are oblivious to it. They have no realization of what's happening. But when from all sides everything is directed to reach a certain summit, then suddenly things erupt. And this is what happens. Then the people who used to address their prophets as stupid, disbelieving in their prophecies, etc., they certainly see that they are overwhelmed by their own misconduct in a manner that everything turned against them. Then their call for help to each other is in vain. Then they get split and split, and each splitting factor begins to conflict with the other splitting factor. And this happens as on a appointed time. So all this, although remains unseen while it is being prepared by the people against whom it is being prepared, is still a part of the design of God right from the beginning. But that design becomes discernible only after it appears. And it appears on a certain destined time. So that destined time is reaching, or has already reached, Pakistan. And the enemies are now in a great confusion as to what's happening to them. Well, what is happening to them is, in fact, their own works, which God has turned against themselves. Now, this is a statement of the Quran which applies not only to the present situation, but it applied to all the similar situations in the past. All messengers of God and His prophets were treated likewise, and all saw their end at last. And in every case, that end was predestined. This is the import of this verse. Now you understand? Good. Please. طلب الأخ عبد الرحمن من حضرة أمير المؤمنين أن يفسر له معاني هذه الآية القرآنية الكريمة، فابتسم حضرته وقال أن هذه الآية واضحة، ولكن بعد أن ألقي عليها بعض الأضواء وخصوصا أربطها بالحالة أو الحالة الاجتماعية والدينية الموجودة في أيامنا هذه في الباكستان ستصبح الصورة واضحة للجميع. ويضيف حضرته ويقول أنني قررت أنني إن شاء الله تكون هذه الآية هي موضوع خطبتي في هذا الأسبوع إن شاء الله. وهكذا فسر حضرة من المؤمنين الخلفية وراء هذه الظروف المذكورة في هذه الآية، وربطها كما ذكرته لحضراتكم بالحالة الاجتماعية الموجودة في الباكستان، وقال أنه لما تبلغ يعني قمة عداء هؤلاء الذين يعني أعداء الحق، هؤلاء دائما يعادون نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أو الجماعة التي زرعها ذلك النبي بأمر من الله سبحانه وتعالى كي تواصل ذلك المهام التي وكلت له. إذن لما تبلغ حدة يعني وقمة العداء والعداوة إلى تلك الجماعة إلى قمتها، يجب هنا لا يجب ولكن الناس يبدأوا في نوع من معادلة رياضية ويقومون بحساباتهم ويروا أن الصورة أو النتيجة الأخيرة لم تكن مثل تلك النتيجة التي خططوا إليها وتلك النتيجة التي كانوا ينتظرونها. ويقول حضرة من المؤمنين أن هذه الضغوط
وهذه الاضطهادات ضد جماعتنا خصوصا في الباكستان كان الغرض منها والنية منها هو إحداث الضرر في صفوف الجماعة وأيضا تشتيت أفرادها، ولكن ماذا وقع؟ الجماعة ازدادت قوة وصلابة وتلاحم أكثر، وهؤلاء الذين يضغطون عليها من الخارج هم الذين ازدادوا فرقة وانقسام، وعلى عكس ذلك الجماعة قد تقوت. هؤلاء بدأوا الآن يفيقوا ويستيقظوا من نوباتهم هذه وأحلامهم. فكانت يعني تخطيطاتهم أن يعني يفصلوا الجماعة، وماذا وقع؟ هم الذين الآن يعني قد فرقوا وخسروا، والمعادلة أو النتيجة الأخيرة لم تكن في حسبانهم، فهكذا بدأوا يستيقظوا. أين تخطيطاتنا وأين مشاريعنا العدوانية ضد هذه الجماعة؟ فالنتيجة الأخيرة هي الحقيقة يعني ستفصل في هذا الأمر يعني الحاسم والحساس. فالجماعة قد ازدادت مالا واحتراما وشرفا، فهم كانوا يريدون أن يسلبوا مالها واحترامها وشرفها، ولكن هم قد خسروا هذا المال والشرف والعزة، والجماعة قد تحصلت على جميع هذه التفاصيل. Any question from Germany, please? Yes. A lady has a question about Fars and Sunnat, and she's mentioning two verses from the Holy Quran to her question. It's Surah 33, verse 37. That's the first one. And then, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. And it behoves not a believing man or a believing woman when Allah and His Messenger have decided a matter that they should exercise their own choice in the matter concerning them. And whoso disobeys Allah and His Messenger surely strays away in manifest error. Read it again. Translation. And it behoves not a believing man or a believing woman when Allah and His Messenger have decided a matter that they should exercise their own choice in the matter concerning them. And whoso disobeys Allah and His Messenger surely strays away in should manifest error. Should it be their error. Own will? That should be more clear, won't it? Khiyara is a choice or will. Will is also a choice. Yes, that's right. You can read it again as will, please. And it behoves not a believing man or a believing woman when Allah and woman. His messenger woman when Allah and His Messenger have decided a matter that they should exercise their own will in a matter concerning them. And whoso disobeys Allah and His Messenger surely strays away in manifest error. The second verse is from Surah An-Nisa, verse number 66. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Right. But know by thy Lord, they will not be true believers until they make the judge in all that is in dispute between them, and then find not in their hearts any demur concerning that which you decides, and submit with full submission. Right. A question is, why Fars and Sunnah are often given different importance? She mentioned these two verses from the Holy Quran, which it seems that Sunnah should also be treated as Fars. I can't understand. Have you understood the question? Yes. Tell us. What I understood from is that she thinks that Sunnah is often treated different than Fars. Like we have from? Fars. But there is no question of Sunnah versus Fars involved here at all. Allah is bracketed with Rasul at so many times in the Quran. And whenever it so happens that the Rasul's decision
is made known to the people, it also is the decision of God. And it is not a sunnah at all anymore. It is just a farz, as imposed by the will of God through the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this impression is wrong. It's not a sunnah which is being mentioned here at all. It is farz which is being mentioned. Right? You understand the point? Allah's decision, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he makes a decision on religious matters, he always does so by the will of God and by his approval or by his instruction to the Holy Prophet that he should pass on this message to the people. That is farz and not a sunnah. قول كان السؤال لماذا دائما نعطي مكانة أعلى للفرض من السنة وذكرت السائلة آيتين من القرآن الكريم وقال حاتم بن المؤمنين لا أرى هنالك ذكر واضح للفرض والسنة ولكن ما فهمته أو ربما فهمته هذه الأخت من هذه الآيات أن الآية الأولى تتحدث عن قرار الرسول صلى الله عليه وسلم وربما فهمت أن ذلك سنة ويؤكد حاتم بن المؤمنين ويقول في هذه الحالة القرارات التي تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأمور العقائدية وأيضا في شأن المؤمنين هذه القرارات لا تكون نابعة من قرارة نفسه هو صلى الله عليه وسلم ولكن تكون قد وصلتها من الله سبحانه وتعالى فهذه القرارات تصبح فرضا لا سنة لأنها آتية من الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ فقط رسالات الله سبحانه وتعالى وفي هذه تربية أخلاقية لجميع المؤمنين ويقول حاتم المؤمنين أنه بعد أن فسرنا هذه النقطة يجب على الجميع أن يفهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتفوه مثل الإنسان العادي في خصم هذه القرارات في أخذ هذه القرارات والقضايا الهامة ولكن كان دائما ينتظر التوجيه والتأييد من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحداث في مواقع مختلفة After Germany, we always go to Turkey. Yeah? There is a tradition in Turkey. In Germany, they unite. There's so much Turkish influence in Germany these days, and many Turkish Ahmadis are in Germany. So it's quite a natural connection between the two now. Understand? There is a tradition in Turkey that those who are younger kiss the hands of their elders. A wife kisses the husband, her husband's hand. Is that according to the teaching of Islam? A brother asked from Germany. They do it in private or in public? No, in public. In public? Yes. That's wrong. They shouldn't have done it. If they are true followers of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and his traditions, they shouldn't have done it. Even the mullahs are not following any tradition. They follow themselves. Or the people, in fact. Got it? Right. قبل هذا السؤال علق حضرة بن مؤنين وهذه هي النقطة الهامة وقال أنه كما تعرفون في الماضي هنالك فرقة ويعني شجار بين المقيمون المهاجرون الأتراك والأهالي الألمان ويقول حضرته أن يعني معتقدات الجماعة الإسلامية الصحيحة يعني معتقدات الإسلام الصحيح قد أوجدت لحمة وترابط بين الإخوة الأتراك والإخوة الألمان وهذه المشاكل قد يعني حلت بفضل الله ونموذج معنا هنا في الاستوديو أخت من ألمانيا بجانبها أخت من تركيا وليس هنالك أي مشاكل ثم كان السؤال هو هنالك ظاهرة بدت وهي أن بعض الناس يعني يقبل يد يعني الصغير يقبل يد الكبير والزوجة أيضا تقبل يد زوجها لكي تظهر احترامها فيسأل الشخص ويقول هل هذه الأعمال يمكن أن تنسب للإسلام فسأل حاتم المؤمنين
وقال بالنسبة لتقبيل الزوجة ليد زوجها، هل يقومون بهذه العملية في عزلتهم أم يقومون بها أمام الناس؟ فالإجابة كانت أمام الناس جميعا. فقال حاتم بن المؤمنين هذه الأعمال لا تنسب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من مثل هذه المعاملات. ثم قال حضرة يعني الأخت علقت وقالت أن المشايخ أيضا يقومون بهذه الفعلة. فقال حاتم بن المؤمنين هؤلاء المشايخ لا ينتمون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا داعي لإضافة التعليق. Do you find this practice among the Arabs as well? No. See, this is especially Turkish tradition. It has nothing to do with the Islam of the time of the Rasulullah Sallam, or the Islam of the present time as well in Arabia. Right? يضيف حاتم بن المؤمنين ويقول أن تقبيل الزوجة يد زوجها لا نجدها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم عند العرب، ولا نجدها حتى عند العرب العصريين في أيامنا هذه أيضا. عبد الرحمن once again. Also, I have question for chapter 25. Five minutes 44 seconds left, and after I answer, then I should be permitted to leave. Chapter 25, first state 31. وقال الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا and the messenger will say oh my lord my people indeed treated this Quran as a thing to be discarded and next وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Thus did we make for every prophet an enemy from among the sinners, and sufficient is thy Lord as a guide and a helper. These two verses connected indicate that this is a prophecy of the Holy Quran, which is to be fulfilled here on earth during the latter days. Because it does not apply to the time of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam himself. It has to apply later on. And now it is so. Practically, the people of Islam have left the Holy Quran altogether and start following the wishes of the mullah, though in the name of the Holy Quran, but they are not the verdicts of the Holy Quran, they are the verdicts of the mullah himself. So this is what Rasulullah Sallam is complaining to God. Look at these people. A time would come when they would desert me and the Quran. And these will be the guilty people. They will commit the crime of doing this. And that will be tantamount to showing their enmity to me. This is the meaning of these verses, which I hope will satisfy your query. Does it, or you wanted to ask something else? Right. Okay. You translate and I leave for the preparation of for the next class. Eh? Okay, sir. Sound like استأذن حضرة أمير المؤمنين وطلب مني أن أقدم لحضراتكم ترجمة إجابته المتعلقة بهذه الآية. يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذه الآية إذا ربطنا أحداثها بالآية التي تليها يصبح الموضوع واضح وجلي، وهي أنها تحتوي على نبوءة محمدية عظيمة. هذه النبوءة لا تتعلق بوقت أو بزمن أو بما سيحدث خلال الحياة الطاهرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذه نبوءة مستقبلية تتعلق بالأمة الإسلامية. فالله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال قد أطلع على غيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة وبكمية لم يطلع عليها أحد من قبله، ولن يطلع حتى أي شخص من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف ماذا سيحدث في أمته من انقسام وغيره، ولكن أكد على هجرة الناس
القرآن الكريم أو أن الناس سيتناسون تماما القرآن الكريم ولن يتخذوه مصدرا لحل مشاكلهم ومصدرا لغذائهم الروحاني. الرسول صلى الله عليه وسلم قد استغرب من هذه التفاصيل لما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها، فلذلك قد يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تأثر كثيرا ومشاعره هذه دونها القرآن الكريم، وهذه ليست مجرد مشاعر ولكن مثل الأب الغيور على مصالح أبنائه قد يترك بعض الوصايا، ففي هذا أيضا هنالك وصية اهتمام ورعاية من الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع أفراد أمته، وهذا الإحساس قد دونه كما ذكرت آنفا القرآن الكريم بأنه سيأتي الوقت في المستقبل وهؤلاء يعني المسلمون سيتركون القرآن الكريم أو بعبارة أخرى يهجرونه تماما. فهذه يعني الوعد الإلهي العظيم الذي أعطى على رسال على لسان الطاهر الرسول صلى الله عليه وسلم دونه القرآن الكريم كي يذكرنا بأن هؤلاء الناس خصوصا في عصرنا قد تركوا القرآن الكريم وأصبحوا عبيدا للمشايخ، فالمشايخ هم الذين يقررون مصيرهم ويقررون مستقبلهم والناس لا خيار لهم، وتناسب القرآن الكريم يذكرنا أن المصدر الأساسي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا كانوا الناس على أحسن حال لما اشتكى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه العبارات القوية. هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، نعدكم أنني إن شاء الله في حلقة الغد سأقدم لحضراتكم القسط الأخير من تعليق الأستاذ عطاء المجيب راشد. نستودعكم الله مع أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة الغد. شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.